مشاهدي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي الساعه الرياضه. وسعداء في هذا اليوم او في هذه الليله ان يكون معنا داخل الاستوديو واحد من المدربين اللي وضعوا بصمه واضحه في فريق المريخ السوداني، وسعداء ايضا ان يكون معنا في السودان للمره الثالثه، وبنرحب به داخل استديوهات الشروق ونقول له اهلا ومرحبا بك مستر كروجر. اوكي ثانك يو فيري ماتش فور يور ويلكم اند اتس ا بليجر تو بي هير. بدايه قبل ما نمشي ونتكلم في هذه الحلقه اللي هامه، ونحن نعتبر انه الكثيرين جدا، هناك كثير من الاشياء اللي يمكن عايز يعرفها المشاهد العزيز على مستوى السودان وخاصه على مستوى فريق المريخ. نتابع تقرير لمستر كروجر وهو عاملا او مدربا لفريق المريخ في الفترتين السابقتين. للمرة الثالثة كروجر مدربا للمريخ، هذه المرة خلفا للمدرب التونسي محمد عثمان الكوكي الذي تمت إقالته بعد فشله في تحقيق بطولة نادي الظفرة الودية. كروجر الذي أتى محمولا على ظهر رقبات جماهيرية اتفقت مع الإدارية، سبق أن تولى رئاسة الجهاز الفني للمريخ مرتين، الأولى في العام 2008 والثانية في العام 2010. اتفاق الإدارة الحمراء مع الألماني لا تتجاوز مدته 3 أشهر، بعدها يتم تقييم الفترة. وفي حال رأى المسؤولون في النادي الأحمر أن المدرب أبلى بلاء حسنا سيتم تجديد العقد معه. الملفت للنظر بحسب مراقبين لعودة الثعلب الألماني كما يحلو لمشجعي الأحمر تباين وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض لمنح الصلاحيات كاملة لكروجر وهو البعيد عن القلعة الحمراء لأكثر من 3 سنوات. جرت خلالها تحت جسر الأحمر كثير من المتغيرات في المدارس التدريبية وعناصر الفريق من وطنيين وأجانب، ومر عليه عدد من المدربين من مختلف المدارس أوروبية وعربية ولاتينية، يتخللها في بعض الأحايين مدربي طوارئ وطنيين. يأتي تسلم كروجر لدسة التدريب والمريخ يتوسل صدارة أندية الممتاز بفارق 5 نقاط عن نده فريق الهلال، فارق يبدو مريحا إذا ما استعاد الألماني ذاكرة النجاح. فهل يستطيع كروجر تكرار سيناريو الدوري والكاس كعربون ود لجماهير الأحمر، أم ينال الطلقة الثالثة البائنة من تدريب المريخ؟ للمرة الثانية بنرحب بمستر كروجر، ويمكن تابعنا تقرير حقق نتائج جيدة مع فريق المريخ، ونتمنى له إقامة طيبة في السودان. Yes, I know the expectations are high and I hope I can do the same like before. أعرف التوقعات وأتمنى أن أوفق معلم المريخ تحقيق هذه الرغبة. مستر كروجر، في بداية يعني يا ريت تحدثنا عن بداية التفاوض مع فريق المريخ بهذا الموسم. About the sorry negotiation with Marie, I think it was very easy and I didn't أعتقد أن المفاوضات مع المريخ كانت سهلة. Because always after I left Marie, I was following the club, the games. لأن لما تركت كل المريخ كنت أتابع الصورة للصيغة. Khartoum from Al Marie, it was easy for me to كان من السهل take the next airplane to Khartoum and عودة من المريخ. Also it was not a big negotiation because we agreed from the beginning. Yeah, Mr. Gamal wanted to come and I wanted to come back. يبدو أن هناك في مشكلة في الوصول الصوت ترجمة، و حقيقة نحن يعني يمكن بنسأل إنه يعني يمكن الجديد شنو في التفاوض
يعني يمكن المشاهد والمتابع بيسأل عن سبب وجود كروجر الآن وهو مدرب للفريق فريق الاثيوبي وقدم معه مستويات جيدة. هل المال كان سبب في 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 وجود كروجر الآن مع المريخ؟ No, it's not because of the financial. سبب لم يكن ماديا. I know I was doing. I think so. أنا أعلم أنك كنت أعمل بصورة جيدة مع عصر الانجاز. In the history of Ethiopian football, that one team reached to the group stage and confederation cup. يعني لأول مرة في التاريخ يصل العصر هذه المرة. In Addis, because I had a good group, I had a good team. كان لدي تيم مميز خلال موسم واحد. I realized it is for the moment it's absolutely maximum. And also I have to say I was really I was very very tired because in Ethiopia they are always not following the schedule and كنت أشعر ببعض التعب وكانت هناك معاناة في العمل. At the same moment جدول المباريات the call from Marich came so it was not a decision in one second. This decision at least was going for some weeks. قرار وليد لحظة. Everything was coming together in the right moment. في توقيت السليم كل شيء كان في توقيت المناسب. نعم. طيب مستر كروجر, المريخ واحد من الفرق الكبيرة وأنت واحد من المدربين المعروفين على مستوى القارة الأفريقية. وحقيقه يمكن نحن حناخد فاصل مشاهدي الاعزاء, يمكن في مشكله في الترجمه وحنعود لكم مره اخرى. مشاهدي الاعزاء برحب مره ثانيه, برحب بكم وناسف للعطل الفني في الصوت, وبرحب بكم مره ثانيه, برحب بمستر ريكاردو. ونحن ممكن وقفنا في سؤال مهم جدا وهو بيتكلم عن انه مستر كروجر واحد من المدربين المعروفين على مستوى القاره الافريقيه, عامل في مصر وعامل ايضا في اثيوبيا وحقق نتائج طيبه. نحن بنسال سؤال هام مباشر مستر ريكاردو, في منتصف الموسم ونحن نعرف تماما انه المدرب لابد ان يشرف على التسجيلات, لابد ان ايضا ان يشرف على الاعداد الفريق, والان مستر ريكاردو في منتصف الموسم, لماذا التعاقد في 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 هذا الوقت بالذات؟ You see in yeah in professional football sometimes it is not possible to to fulfill one contract and then start a new contract with a new club. يعني من because دائما انك انت بتخلص عقد وتخش في عقد ثاني. بعض الاحيان الاندية بتفصل المدربين وبتعين مدربين جدد. Now is not not very easy. الوضع الان انا عارف انه ما ليس بالسهل. It was easier because لما جيت المرة اللي فاتت المرة الثانية كان الوضع اسهل. 80-90% من اللاعبين كانوا معروفين بالنسبه لي وبيعرفوني. لكن في بعض الاحيان في كره القدم انا عارف انه الوقت قصير, لكن في كره القدم المهنيه هي اللي بتحكم العمل. ليس هنالك وقت للتبرم, وانما احنا المفروض نعمل ونعمل نصل لنتيجه ايجابيه من الوضع اللي احنا فيه. نعم. طيب لا 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 لا. نتحدث عن العقد, كثيرون يتحدثون عن مده العقد سنه وثلاثة اشهر, والبعض يتحدث عن ثلاثة اشهر فقط. Again please this question. I know 15. 15 months. Yeah. Some people say it's only 3 months. Some people say it's 15 months. Yeah, I know. I think it's only important I know how long my contract is, not أعتقد important إنه من المهم that the people know it's إنه أنا عقدي to make it clear إنه أنا أعرف 15 months. لكن للوضوح هي 15 شهر, هذا العقد لمدة 3 شهور زائد سنة 15 شهر. نعم. طيب الثلاثة أشهر هي أو المدة المتبقية أو المدة القصيرة في هذا الموسم هي استكشافية أكثر؟ Yeah.
I came last Saturday. أنا جيت السبت اللي فات. No, I made only three trainings with the team. I saw the game. ثلاث تمارين مع الفريق وشفت الجيم في كادوغلي. كادوغلي, which was very helpful. وكان مساعدني جدا في تقييم اللاعبين. I collected a lot of impressions. وجمعت انطباعات كثيرة من الورا. But I think that will أعتقد إن هياخذني بعض الوقت. بعض المباريات عشان أقدر أحدد أي لاعب أحسن موقف له وين أحسن موقع له في الملعب من اللي بتناسقوا مع بعضهم من اللعيبة اللي فهموا مع بعضهم والوضع كما هو ومهمتي الأساسية إن أنا يعني أطلع بأحسن نتائج ممكنة جميع يتوقع مني النتائج إيجابية حتى نفسي أنا متوقع من نفسي نتائج إيجابية في الماضي كنت أتدبر الأمر وأتمنى أن أنا أستطيع أن أتدبر الأمر مرة أخرى نعم. طيب هل هذا التفاول الكبير يحسب للمدرب أو المدير الفني السابق أم يحسب لكروجر خاصة أنه هو المدرب السابق هو الذي أشرف على التسجيل وأشرف على الإعداد My achievement now. Yeah, is it yours or is it the last coach? It's a difficult question. You know, sometimes football, football is not fair. كرة القدم في بعض الأحيان. I know, for example, Maradona is in the cup. أنا تبين إنسان المريخ وصل إلى النهائي لكأس السودان. My credit, you know. والتأكيد ما كان لي دور فيها يعني. وصول النهائي. If we are talking about the league. نتكلم على الدوري. Okay, I think we have 10 games. So. فضلنا 10 مباريات. Maybe if we are successful. إذا ربنا وفقنا ونجحنا. We'll say it's the benefit of. ممكن البعض يقول الفضل يعني كروجر بتحقيق هذه البطولة. إذا فشلنا. Fired the old coach or ممكن إذا نفسهم ليه رفض المدرب الفات وعينوا نعم. طيب كيف وجدت الفريق هذا الموسم؟ Yeah, how did I find the team? What I see, شايفه أنا. It is a collection of good and very good individual players, but they are lacking some harmony. يفتقدون إلى بعض التنسيق داخل الملعب. All of them, this is my جميعهم very good characters. جميعهم شخصيات مميزة عندهم انضباط كويس خارج الملعب also now after three, والآن بعد ثلاثة تمارين I'm positive surprised they are very early they are very أنا مبسوط جدا إنهم هم بيجي في المواعيد وبيجي في وقته المضبوط وكل واحد بيبذل في أقصى مجهود عنده وأعتقد أن هذه الظروف كويسة لمستقبل كويس نعم مستر كروجر المريخ بعد المرة الثانية فاوضك ولكن انتقلت إلى أثيوبيا وهناك حديث أن الهلال فاوضك أيضا بعد أن انتقلت قبل أن تنتقل إلى أثيوبيا Yeah, but first I have to say I didn't go to Ethiopia. إلى إثيوبيا مباشرة من المريخ. Time between. And as I said in the beginning, St. George club number one is St. George هو النادي الأول في إثيوبيا. ونادي مشهور. I enjoy to work with this club and players. استمتعت بالعمل معه ومع لاعبيهم. I think this. Was the key for our success. You can deserve the money. Yeah. I had an offer from Hilal. وفعلاً كان عند عرض من الهلال. Which means for me it was a big honor for me. وبرضو بالنسبة لي كان شرف كبير. الهلال يطلب مني أشتغل معه. As a head coach. مدرب رئيسي. But I think it was not first. A good moment. لكن أعتقد أن التوقيت لم يكن مناسباً عندما لعبت مع الهلال بعرضه. First time I came to Sudan, I came to Marich. غالية نقول إنه أنا برضو ثانيا إنه أنا أول ما جيت السودان جيت للمريخ. Because of our success within the Cup, the league. من ذلك الوقت ونجاحي مع المريخ
ومشاركتنا في بطولة الكونفدرالية وارتباطي بالمريخ. المريخ كان دائما في قلبي. أعتقد أن ده كان واحد من الأسباب اللي خلتني أقول لا أنه أنا نادي هو المريخ. أنا أحترم الهلال جدا وأحترم إدارة الهلال وجمهور الهلال وفريق الهلال. هناك حديث أنه إدارة المريخ أو كثير من أقطاب المريخ هم الذين عطلوا انتقالك للهلال. You are asking me difficult questions. No, as I said, you know, Marie always, even when I left the first time, المريخ دائما حتى بعد ما سبته أنا كان عندي علاقات مع لاعبي المريخ ومع أهل المريخ. كنت أتابع المريخ دوما وأتابع نتائجه. In the second time when Marie حتى المرة الثانية المريخ لما ناداني وجيته 2010 في ذلك الوضع الصعب أنا قلت فورا وافقت وجيت. Maybe who knows Marie is my destiny. الله أعلم ممكن المريخ هو يعني هو ملجئي وملاذي. والله أعلم كم من الزمن سبق مع المريخ. Because I have to say what I see when I came back now. They are doing really everything. الآن أنا شفت يعني هم ناس المريخ بيعملوا أي حاجة بطريقة ممتازة جدا ليوفر لي الظروف وظروف مناسبة للعمل. وأنا بالنسبة لنادي كبير كنادي المريخ ليس تغيير مدربين تغيير بشكل مستمر حتى بالنسبة للاعبين المدرب بتكون صعبة. يكون عندهم كوتش كله فترة قصيرة. أنا أقل تقدير إذا أنت طلبت المدرب إنه يجي يشتغل في هذا العمل لابد أن يكون هو مقتنع إنه ده النادي الأمثل بالنسبة له. وجميعا وأنا والستاف الشغال معي يجب أن نعمل جميعا لتحقيق النجاح ولمستقبل المريخ. كما قلت المريخ قدري. نعم. رؤية مستر كروجر وهو عنده خبرة كبيرة في المريخ للعمل في المريخ في الفترة القادمة. أعتقد يعني بدري جدا أن أقدر أديك إجابة واضحة لكن المستقبل القريب If you ask me for a dream, سألتني عن حلم. A dream, of course, is either to win the Champions League or. إما أن أفوز بال Champions League أو بال في كأس الفدرالية. First time I was here, we were playing. في المرة الأولى لما كنت هنا كنا لعبنا بطولة الكونفدرالية. إحنا كنا كان رأس المجموعة هو اللي مشي النهائي. الآن الوضع اختلف. إذا كان ممكن في ذلك الوقت كان عندنا فرصة كويسة. إذا كان النظام بيأخذ فريقين كنت بفتكر إنه كان ممكن نكسب لأن عندنا لعيبة مختلفين young players لعيبة صغار ولعيبة كبار. لكن لم نوفق وإحنا نشتغل أجل نعمل مرة أخرى. نعم. مستر كروجر الفريق المريخ ما ذكرته وصل لمراحل مقدمة في فترة من الفترات اللي انت دربت فيها ولكن يعني يمكن انهاء العقد او سفرك وترك المريخ لأي سبب من الأسباب كان كثيرين بيتكلم عن انه لعب الإعلام دور وأيضا لعب يعني المال دور آخر في انك تبتعد عن المريخ. Well,
always you are asking me about financial things. أنت دائما تسألني عن المسائل المادية. هناك أنا أعلم أن هناك إشاعات كثيرة حول هذا الأمر. You see the last time the secretary. المرة الأخيرة اللي كنت أنا سبت المريخ. Made an offer, but if you remember. المريخ عمل قدم لي عرض وإحنا كنا ثلاثة. أي مدرب الحراس ومساعد المدرب. قبل الحصول على هذا العرض كنا قررنا إذا سألونا طلبوا منا وعدونا عرض كويس زي ما إحنا عايزين سوف نبقى نبقى لموسم آخر. أنا أعلم تماما المرة اللي فاتت هم قدموا أحسن عرض عندهم ولكن كان قرارنا كمجموعة مدربين قد يكون الجزء المالي سبب لكن ليس كل الأسباب مالية. أنا كنت في ألمانيا كنت بسأل سمعت بعض الإشاعات بأن 40 أو 50 ألف دولار. أنا أعلم تماما إمكانيات النادي وقدراته وأي زول بيعرفني أنا ما بسأل مبالغ زي دي وطالب مبالغ زي دي. هناك حديث تحدثت به عبر الإعلام أن طموحك مع نادي المريخ هو كبير وهو سبب من أسباب قناعتك بالمريخ وحبك للمريخ كان سبب لإنهاء التعاقد مع النادي سان جورج الأثيوبي. Yeah, you see the people of St. George, they asked me to come to work with them St. George, because they were not interested in the league. لأنهم هم كانوا يرغبون في الحصول على بطولة قارية وليس الدوري المحلي. نحن كانوا عايزين يصلوا لمرحلة المجموعات في البطولة الأفريقية لأول مرة في تاريخهم. وبالفعل قد تأهلنا لمحطة النجمات في بطولة الكونفدرالية بالنسبة لنا كان النجاح الأكبر. بالنسبة للمريخ هنا الطموحات أكبر ولابد أن تكون على هذا الشكل. عندي كالمريخ والهلال لازم يتطلعوا لأهداف أكبر. إذا بتشتغل كمدرب معهم لازم تعرف إنه دي أهداف وضد دايرينه. مرات تنجح مرات تفشل وتقف أغفر على كثير من الأشياء لكنني دائما مقتنع إنه إذا اشتغلت بجهد وأخذت الوقت الكافي إحنا حنحصل على ما نريد. طيب إذا قدم لك فريق طموحه أعلى وإمكانياته أكبر من المريخ ستفسخ العقد؟ I think this question really is not fair, you know. I'm here. I think tomorrow it's 1 week, you know. أنا هنا الآن لمدة أسبوع يعني بكرة أتم أسبوع. أعتقد maybe if one your big club is asking me and offering me let's say 2, 3 or 5 million maybe I إذا تقدم لي فريق بعرض كبير 2-3 مليون دولار أفكر. لا أعتقد أنني سوف أترك المريخ. الجهاز الفني ويمكن النائب الأمين العام لنادي المريخ تحدث عن أنه الجانب الإداري في 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 إدارة الكرة هو من اختصاص مجلس الإدارة. من سيختار الجهاز الإداري للكرة؟ You mean the administration staff? Yeah. Yes. Of course, as a head coach, you have to decide who is working.
بالتأكيد يعني كرئيس جهاز فني أنت بتختار مين اللي بيشتغل معك. And also as a head coach you have to decide about كرئيس جهاز فني new players. بدك yes. بتقرر في اللاعبين. Of course I will not ask for Messi, you know. طبعا. Pay Messi. طبعا ممكن اطلب ميسي مثلا. Must be the decision in cooperation. لا بد أن يكون القرار. بالاتفاق مع مجلس الإدارة. قرار نهائي للكوتش لكن لابد أن يتم بالاتفاق مع مجلس الإدارة. نعم. مستر كروجر الجهاز الفني أو الإطار الفني الآن يمكن موجود في كلام كثير عن الجهاز المعاون وحديث عن مدرب الأحمال وهو يعمل أيضا مدرب لحراس المرمى. نحن لا نتحدث عن الجانب الفني ومهاراته أو إمكانياته. ولكن قد يحدث هناك تداخل في الاختصاصات. No, I don't think so. It will be a problem. لا أعتقد أن هناك في مشكلة. You see, when I was not here, إنما أنا كنت موجودا هنا أنا شفت مدربين كتار بيجوا معهم أربعة خمسة مساعدين مدربين مدرب أحمد ومساعدي كارستن هو مدرب حراس ممتاز. أنا أعرفه منذ وقت طويل. سنين عدة كان أحد لاعبية. هو جاهز جدا لأن يعمل أيضا الجزء الفني. طبعا وبالتنسيق ما بينه وبين إبراهيم إن قسم الأدوار ولن تكون هنالك أي مشكلة. بشكل عام انا بفتكر انه وجود ستاف كثير حولنا التيم ما كويس وبيأثر على اللاعبين وبيخلق لهم حاله من الكونفيوجن. انا اعلم انه انا في افريقيا كل زول عايز كل زول بيتكلم وكل زول بيقول رايه وكل زول بيكون متنرفز وبيتكلموا لكن كل ما قل العدد كل ما كان الاداء احسن. هو موجود كمساعد مدرب وانا بعرفه من بدري وكارستن مساعدي الجديد اعرفه من زمن بعيد وبفتكرهم كفايه جدا جدا وحيكون كويس للاعبين ايضا. اذا انتقلنا للاعبين يعني المريخ الان بضم لاعبين يمكن تتحدث عنهم وتحدثت عن امكانياتهم الجيده. اذا تحدثنا عن اخذنا مثالا من اللاعبين الكبار احمد الباشا حضري هيثم مصطفى وبالذات نتحدث عن هيثم الوافد الجديد والحضري اللي يمكن هو تبقى له نهايه هذا الموسم. كيف ترى المريخ بدون حارس مرمى كالحضري مثلا واي فريق يحتاج ان يحقق بطوله لابد ان يكون له حارس مرمى متميز. Of course every big team needs strong تأكيد أي فريق يحتاج للعيبة ذو خبرة لكن في نفس الوقت أي زول ممكن تغير حتى المدرب. نهاية اليوم اللي يحكم هو أدائك إذا أنت كبير ولا صغير. أنا أعرف الحضري من وقت طويل لو كنت أعمل في مصر مع المصري كان هو في بداية حياته الرياضية الآن يعني هو يعني تمتع بعمر أكبر شوي هو لاعب محترف وملتزم بتمارينه وملتزم بالحفاظ على جسمه وممكن يلعب وقت طويل كحارس مرمى ونهاية هذا الموسم نشوف أداءه ونقرر نقعد معه ونشوف إذا ممكن يقعد معنا لموسم ثاني لا والمدرب توقف عليه هو ايضا مش علينا احنا بس. الان يجب التركيز على المباريات القادمه ونهايه الموسم بنقعد نجلس معه. طيب اذا تكلمنا على اللاعبين والتعامل مع اللاعبين، الاعلام يتحدث كثيرا عن الشده التي تتعامل بها مع اللاعبين.
What does it mean tough, you know? If you are responsible for a group of 25 إذا أنت كنت مسؤول عن مجموعة 25 26 ولا 28 فرد players you have to لابد be tough لازم أن تكون منضبط لازم تكون تؤكد على الانضباط وتقود هذه المجموعة وكل واحد لازم يتبع التعليمات بتاعتك بشكل عام بالنسبة للاعبين البطل يكون كل سهل إذا تابعوا التعليمات ونفذوا اللي أنا بقول حيشوفوا ده يوم مبسوط وسعيد وبالتالي ما لسه توفر على النتيجة إنما توفر على العطاء والأداء أنا لا أحب اللعيبة الكسالة إذا كل لاعب يعمل بيقدم أفضل ما عنده ممكن يغلط لكن تكون لكن ما كثير لكن وليس أخطاء غبية خارج الملعب أنا بتعامل معهم كصديق هل التعامل مع اللاعب المحترف والمحترف الأجنبي السوداني بصورة واحدة؟ I think there is no difference, you see. ليس هنالك فرق. You see, we are talking here about professionals. These so-called professionals, players, they are coming from outside, so you call them professionals. But at least they are African players. Yes. And also the local players are doing the same job. You know, they are playing football is their job. يقومون بنفس العمل. Getting money. ومهنتهم كرة القدم. They take quite good money. ونعم بياخذوا قروش كويسة بالمقارنة مع بعض الآخرين بكل الآخرين في البلد كل لاعب كرة القدم المفروض يكون سعيد إنه ممكن يشتغل كل يوم وهو شغال برا قاعد في الهواء الطلق وما بيشتغل 10 ساعات في اليوم بياخذ له مرتب ضعيف بياخذ مرتبات كويسه كده لابد ان ينضبطوه اذا كل لاعب يعرف ذلك لو يجب ان يربط سلوكياته لتحقيق طموحاته ايضا انا لا فرق بين اللاعب الاجنبي والمحلي هم معهم في قارب واحد طيب اذا تحدثنا عن المباراه القادمه مع الهلال وهي يعني وهو يمكن عنده تجارب سابقه مع هذه المباريات بنزل هو سعيد الحظ ام سيء الحظ انه اول مباراه يشرف على الفريق يقابل فريق الهلال It doesn't matter if it's the first game, the fifth game, or the last. Yeah, we don't have to figure this out. First or the fifth or the. You don't have to play with Hilal. Even in the past, me always. Even in the past, I enjoy these games. أنا بستمتع بهذا المباراة مع الهلال. Two strong teams facing each other. The stadium is full. الاستاد مليان and it was the games always المباراة was good quality فيها مستوى عالي من الكرة وفيها روح التنافس عالي I think my only انا اعتقد اتذكر ان انا خسرت جيم واحد بس ضد الهلال but we lost this game only because our goalkeeper was playing that day فقدنا ذلك الجيم لانه حارس مرمانا في ذلك المباراة اخطاء كبيرة انا دائما اتطلع الى مباراة الهلال دائما الوجود في الفترة السابقة يعني يمكن حدثت انتقالات لاعبين من الهلال للمريخ ومن المريخ للهلال ووجود لاعبين مؤثرين زي هيثم مصطفى وعلاء الدين يوسف كانوا فريق الهلال والان انتقلوا للمريخ هل هناك تاثير في وجودهم في المريخ وانت تدرب فريق المريخ الان في مباراه الهلال القادمه؟ It's
It's difficult to answer because صعب الإجابة على هذا السؤال. See what they are, how they are feeling. ما قادر يشوفهم بحسوا يا جماعة. لكن في 2008 هيثم طنبل أيضا كان بيلعب في هلال ويلعب في المريخ. I remember هيثم. وهيثم في ذلك الوقت. Yes, and كان في جهد لكرة الهلال. وكان عايز يلعب بأي طريقة وكان يصير بخيبة أمل إنه هنا هو دخل كبديل وسجل الهدف الفوز. أنا متأكد إن هيثم مصطفى على الدين يوسف يعني مسخنين لهذه المباراة وهيقدموا أفضل ما عندهم. عندهم خيار غير اللي هيلعبوا مع جمهورنا. كابتن كروجر، إذا خيرت بين التأجيل وإقامة المباراة أيهما تختار؟ For me it's always normally always the best. بالنسبة لي دائما the game following to the schedule. أحسن تلعب المباراة حسب الجدول. In this situation now, بهذا الحالة الآن لكن أنا جيت لي 4-5 يوم بس. I think it will not be bad if they postpone it. ما حيكون سيكون احسن لو اجلوا شوي. ما حطلبه لكن الفيدريشن قال نلعب حنلعب، الاتحاد قال نلعب حنلعب. متى ما يقول الاتحاد نلعب بنلعب. كرة القدم لابد انك انت تاخذ زي ما تجيك وما تفتش الاعذار وتحاول التاجيل. تلعب وتحاول تكسب. نعم. طيب المباراة في المريخ دائما الخسارة للفريق الخسران تترك انطباع سيء وتؤثر حتى على تمارين الفريق. Yeah, I know about this. أعلم ذلك. Okay, for me it's different. بالنسبة لي الأمر يختلف. Of course it's not a game like every other game. طبعا تأكيد ليست مباراة باقي المباريات. هم الأنداد الكبار. بالنسبة لي إذا خسرنا الديربي خيبة أمل. حتى إذا تيمك لعب كويس ما تصاب بخيبة أمل. وانت ما عندك حظ خيبة أمل من النتيجة لكن ليس من الأداء. إذا تشتغل كرجل محترف 24 ساعة لازم تنسى الموضوع. لازم تنسى وتبدأ تشتغل شغلك. بالنسبة للمريخ وبالنسبة للاعبين والجمهور والهلال أيضا الجمهور هياخذوا اليوم وقت عشان ينسوا الموضوع ده. مستر كروجر، كثير من المحللين يتحدثون عن ان اذا لعبت هذه المباراه مستر كروجر سيلعب للتعادل ليظل المريخ في عهده متصدرا او في بدايته متصدرا. I'm always looking for winning. أنا دائما أبحث عن الفوز. في بعض الأحيان كان الناس بتقول المريخ بيلعب بطريقة دفاعية لكن هذه ليست بتقصد. أنا أبحث عن الفوز. إذا تبحث عن النجاح لازم تسجل أهداف. إذا عايز تسجل أهداف لازم تهاجم. لكن على كل حال لازم تكون منظم. لازم تكون منظم دفاعيا. ده الشيء الأساسي. دائما الفرق التي لا تدخلها أهداف كثيرة هي التي تفوز بالبطولة. نعم. مستر كروجر، تابعت فريق الهلال الفترة الأخيرة؟ خلال وجودك؟ I saw one video. أنا شاهدت فيديو واحد. I hope in the next days I will get
مور فيديوز. اتمنى انه في الايام القادمه تجيني افلام تانية اتفرج عليها. لكن احنا هناك بعض اللاعبين اعلم عنهم من الماضي. وتأكيد هيثم على الدين بدوني نصائح كويسة. وفي ناس كتير حاولت تديني نصائح. لا يزن ده يساعد. نهاية الأمر قراري نعم. لكن استمع إلى الآراء الحول وأنا بسمع اللي هتكلم على الدين وهيثم. بعض الآراء اللي سمعتها وبعد مشاهدتك له في فيديو، هل وصلك إحساس أن الهلال ممكن أن يعتلي الصدارة؟ I think it's not possible, you know. لا أعتقد ذلك. Even if they win. حتى لو فازوا ما حيقول له. You see, Bernard spoke, you know, if Hilal plays with Marich or Marich plays with Hilal. No. If Hilal plays with Marich or Marich plays with Hilal. أنسى المباراة الفادية. دائما مباراة خاصة. حتى لو كانوا في مستوى سيء قبل كده، هي في المباراة دي يكون أداء مختلف الاثنين. هنرجع لتمارين مستر كروجر والمتابعين انت الان في الفوكس او يعني كل رأوا انك مهتم بعدد من اللاعبين سليماني هيثم مصطفى، هناك حديث خاص، ماذا كان يدور؟ Sulaimani has little problems. I think it will not be a problem for Thursday, and it's the same. بعد يوم الخميس ما عنده مشكلة برضه هيثم. افتقدت في المريخ في هذه الفترة بعض اللاعبين. أنا أعيد لك سؤال ثاني، السؤال الأول. يعني انت يعني يمكن من تابعت من خلال متابعه الصحفيين والاعلاميين انك اهتميت ببعض اللاعبين، يعني من خلال حديث ومن خلال حديث مع هيثم مع سليماني، وذكرت انه سليماني عنده بعض المشاكل. المشاكل اللي احنا نعرفها مشاكلهم شنو؟ هل هي مشاكل هل ما هي المشاكل؟ هل المشاكل هي عضويه ام مشاكل اخرى؟ Yeah, it's nothing serious, you know. طيب نحن نتكلم عن اذا خطيتهم في البدايه، يعني عن التشكيله. هناك حديث انك شديد مع اللاعبين ومتساهل مع الاداريين في النواحي الفنيه. ما قادر افهم ليه كل زول بيقول انا صعب مع اللاعبين. انا ارى معاملتي مع اللاعبين هي ما نحتاج اليه فعلا. انا احترم جميع اللاعبين كلاعب كرة قدم وكانسان. لكن احكم على الامور كلاعب كرة قدم لا انسى انه ممكن يكون عنده انسان عنده مشاكل خارجية. فانا احاول اكون عادلا مع الجميع. لكن اعرف اذا عندك مجموعة من 25 لاعب ما بتقدر تكون عادل كل الوقت، ومرات بتكون القرارات صعبة حتى للاعبين. إذا عندك خانة في الميدان فيها اثنين وثلاثة لاعبين عندك القرار حقك انت تختار منو اللي يبتدي. يعني لما جيت اخترت لاعبين كلهم وكلمت معهم كلهم.
انا اعلم ان عملي مع مع سان جورج نحن نلعب محلي وافريقي ودولي وده حيحصل مع مريخ الموسم الجاي. اذا انت زي ما بتلعب في اربع خمسه منافسات انت محتاج لاي زول ولا ما حتنجح. نعم. طيب حضورك الاخير هل افتقدت بعض اللاعبين مثل عجب مثل هيثم طنبل؟ في بعض اللاعبين شعرت بفقدانهم؟ From your first time. To mention one name only or two, it will not be fair. ذكر اسم أو اسمين ما حيكون من العدل. As I said before, it was really a special group. كان عندي علاقة مع مجموعة كويسة وكانت مجموعة خاصة بالنسبة لي. أنا ظروف صعبة وكنت يعني هنا بعيد. But if I have a wish, لكن إذا كانت لدي رغبة أنا عايز إيداو. إيداو. إيداو خلاص. كان لك حوار مع واحدة من الصحف الألمانية وتحدثت عن أفريقيا وإنها بتعد بكثير من المواهب وتحدثت عن واحد من اللاعبين الأثيوبيين الممتازين. هل تعمل على انتقاله للمريخ في الفترة القادمة؟ I think if the right moment, the right time is coming, then هذا السؤال في الوقت المناسب. But in general, I have to say, بشكل عام إن في سيبا في بعض الأيام ممتازين. I am right informed also Alshendi. From our rival from the David. Also a national player. He's a good player. I have some Alshendi. برضو واحد من الأيام ممتازين. Former players, they left San George and playing now abroad. برضو احد اللاعبين السيبيين يلعب خارج السيبيا. قبل سنتين ما كان في اللي بيتكلم عن اللعيبه السيبيين والكره القدم السيبيين. مستر روجر بكل صراحه ماذا ينقص الكره السودانيه حتى تحقق البطولات؟ أنا لا أود أن أبدأ بالشكوى. لكن إذا كنت تلعب كرة قدم، you need not only here in Sudan, you need very good football fields. أنت تحتاج إلى ملاعب جيدة. In Sudan, you build some new stadiums. أنا شفت استاد في كادوغلي، شفت استاد جديد. Very beautiful stadium. Stadium في منتهى الجمال. But if I see the لكن إذا من عين الملعب الأرضية، لا كارثة. It's looking nice, green. شكله كويس، شكله But جميل. If you are entering the pitch. لكن إذا دخلت إلى أرضية الملعب، it's not good for football. ما متساوي، ما مستوي، وبالتالي ما يصلح لكرة القدم. It is a good pitch. وانا اذا عايز تلعب كره جميله لابد ان يكون عندك ملعب جميل، ملعب متساوي، تكون عندك القدره في التحكم اسهل، تقدر تمرر بسهوله، تقدر تلعب بسهوله، وبالتالي ترفع من مستوى اداء اللاعبين. انا اعلم ما اتحدث عنه. في اثيوبيا ايضا برضه نفس المشكله. You can do everything on this field, but not play football. Yeah, عدل أرضية الملعب لا تصلح. عندما ذهبنا إلى القاهرة شفنا الملاعب المميزة الموجودة في مصر. You can see it. حتى اللاعبين استمتعوا بالأداء، استمتعوا بالأداء. How they are passing, how they are controlling, and it's much better. بتحصل على على قدم كرة قدم أجمل. As I said, I'm not complaining. I see it will not change. بحي كثير جدا مستر كروجر المدير الفني لفريق المريخ، ونتمنى ان تتحقق الكلمات التي ذكرتها عن الكره السودانيه عن الملاعب السودانيه. ومره ثانيه احنا بنحييك وبنشكرك. شكرا.
time and for what you have.